ومع انطلاقات الخير والبركة ينطلق شوطنا الرابع عشر المخصص للإبكار الجذاع، والمسافة المقررة لهذا اليوم 6 كيلومترات. نتمنى للجميع التوفيق والسلامة. جائزة هذا الشوط رصدت هنالك سيارة ثمينة وهي عبارة عن لاند كروزر بيكاب مخصصة للفائز بالمركز الأول في هذه المنافسات، ومهرجان سيدي صاحب السمو الأمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أطير هنالك لأرى أول التحديات والمقدمة اللي تطير في مقدمة الشوط. ينطلق في أول التحديات كما تشاهدونها على قنوات الريان الفضائية، لهم منا جزيل الشكر والامتنان. هذا الناقل الحي المباشر والداعم لهذه الرياضة، المركز الأول في هذه اللحظات شواهين وشعار هنالك أبو صالح سالم بن صالح بن سالم النابت المري في المركز الأول وقيادة هذه المسيرة. شعارات عديدة تزين أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نقلتنا علي في المركز الثاني في هذه اللحظات، الفارس في المركز الثاني وبقيادة صالح بن حمد بن راشد البريصي المري في المستوى الثاني. الدور عند المركز الثالث في هذه اللحظات وأراها مشهورة، هنالك تنطلق عبد الله بن شبيب بن محمد الرمزاني النعيمي في المركز الثالث. والدور عند المركز الرابع في هذه اللحظات وصولي صدى، تصل صدى بن عمير بن بجاش الفهيدة المري في المركز الرابع في هذه اللحظات. والدور نقلتنا على المركز الخامس ودخول في المركز الخامس وصول معركة، والمعركة هنالك وأنتم خابرين والله المعركة اللي بتدور ودارة المعارك عند الكيلو الأخير. هنا معركة في هذه اللحظات تعود ملكية لمحمد بن مشوح الجعفري العنزي في المركز الخامس. هذه الخمسة المراكز المسموح لنا بالنداء بها. أعود والعود أحمد حيث بدأت إلى مقدمة الشوط، وأرى هنالك الكل ينطلق في المقدمة، الكل باحث عن الناموس والنقطة في هذا الشوط. الشوط القوي يا سلام، الله الله، بدت التغييرات هنالك تطرى وتجرى على المقدمة. أرى صدى بدأت ترسل الصدى على المركز الأول، عايض بن عمير بن بجاش الفهيدة المري على المركز الأول، ومعركة هنالك. ركزوا لي على معركة، هذه والله معركة، وتعود ملكيتها محمد بن مشوح بن عساف الجعفري العنزي في المركز الثاني، وهنالك المركز الثالث في هذه اللحظات. طيش طيش والله في المركز الثالث، وأول نداء لطيش ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري على مستوى المركز الثالث. والمركز الرابع هنا أرى شواهين سالم بن صالح بن سالم النابت المري. المركز الخامس في هذه اللحظات تصل هنا الهياثم عايد بن بدر بن فهد القحطاني. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى والفايف ستار المسموح لنا بالنداء بها. وين نعود؟ وين يا أبو سعيد؟ روح هنالك إلى مقدمة الشوط، أراها تنطلق هنالك والناموس الكل يبحث عن نقطة هذا الشوط. والتتويجي عند خط النهاية، والزعفران ناموس وزعفران، يا السلام. واللاند كروزر بيكب السويك يلمع بعض العيون وتدمع، الله يعطي ويمنع. الكل هنا للفوز يسعى ويطمع، الكل مشارك، الكل قدم ما أجمل ما عنده للنيل في هذا الشوط بجائزة وناموس المركز
الجهاز الأول، وهذه اللحظات كما تشاهدونها على قناة الريان الفضائية مباشرة أعزائي المشاهدين الكرام. اللي في المركز الأول معركة، إذن تنطلق في المعركة الأولى. هنالك معركة محمد بن مشوح بن عساف الجعفري العنزي على المركز الأول ويقود هذه المعركة، والمركز الثاني في هذه اللحظة طيش. المركز الثاني هنالك أراها تنطلق، طيش ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري في المركز الثاني، والمركز الثالث في هذه اللحظات وصول صدى عايض بن عمير بن بجاش بن عايض الفهيدة المري في المركز الثالث، وبدأ الهجوم. هنا أراها تنطلق في المركز الثالث أو الرابع في هذه اللحظات، الهياثم بدأ الهياثم بالاندفاع. هنا عايد بن بدر بن فهد العاصمي القحطاني ينطلق في المركز الرابع والمركز الخامس في هذه الأثناء. اسم جديد إذن يصل، المتحدة تصل. هنالك وشعار فهد بن علي بن شفيع بن سعيد الفهيدة المري، وهذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى المسموح لنا بالنداء بها. وأرى هنالك الكيلو الأخير ولائحة الإعلان، كيلو اللي ما بعده كيلو التعليمات، كيلو العمليات. يا سلام، أراها تندفع. الله الله الله، هنالك كوكبة ثنائية ومعركة طاحنة على المقدمة، معركة هنالك تقود الجموع، معركة محمد بن مشوح بن عساف الجعفري العنزي في المركز الأول. روح يا بن مشوح روح، ومعركة على الصدارة كما تشاهدونها على شاشة التلفزيون. والمركز الثاني هنالك طيش ناصر بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري في المركز الثاني، والمركز الثالث وصول اسم جديد الرياضية تصل، عامر بن عبد الله بن حمد الفهيدة. يبقى با 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 با. أتتني من حيث لا أدري من وين جات هذه مذخورة. يا سلام يا مذخورة، راشد بن مبارك بن ثلاب الهاجري، من أين أتيت يا ابن ثلاب؟ يا سلام، 200 متر النهائية، وأسعد الله صباحكم يا الهواجر. وين ما يسكن راشد بن مبارك بن ثلاب الهاجري، وتحية واحترام، هذا خط النهاية يقف حبا واحتراما لقدوم مذخورة بالمركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت فيه معركة محمد بن مشوح بن عسافة الجعفري العنزي، والمركز الثالث جاءت فيه الهياثم عايد بن بدر بن فهد القحطاني، والمركز الرابع جاءت في المركز الرابع الرياضية عامر بن عبد الله بن حمد الفهيدة، المركز الخامس جاءت فيه صدى عايض بن عمير بن بجشان الفهيدة المري بن بجاش، كان في المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى، وهذه لحظة وصول مذخورة أتتني وباغثت الجميع من حيث لا أدري. قطعت المسافة في 9 دقائق 17 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لبن ثلاب راشد بن مبارك بن ثلاب الهاجري المركز الثاني. معركة قطعت المسافة في 9 دقائق 19 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى محمد بن مشوح الجعفري العنزي في المركز الثاني، قدمت عرض ممتاز تشكر عليه. والمركز الثالث الهياثم قطعت المسافة في 9 دقائق 19 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى